زي ما قلنا هنيجي على الاماكن اللي فيها الحبوب مثلا او البثور بتاعت الجدري ونعملها بالفرشه بالبتادين بالشكل ده، او الاماكن اللي احنا خايفين ان هي يظهر فيها الجدري، او الاماكن اللي بيظهر فيها الجدري اللي هي الاماكن اللي ما بتكونش متغطيه في جسم الزغاليل، فهنبدا ان احنا نمشط عليها بالبتادين بالشكل ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. ان شاء الله فيديو النهاردة من الفيديوهات المهمة جدا، هنعرف فيها ازاي نعمل وقاية من مرض الجدري وازاي نعالج مرض الجدري في الحمام. طبعا الناس اللي هتقول لي انت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انا بتكلم فيه تاني عشان عايز اوصل لك النهارده طريقه مختلفه وطريقه افضل من الطرق اللي اتكلمنا فيها قبل كده، واوصل لك الموضوع بشكل كامل وشكل سهل ومبسط، وهحاول ان انا الخصه لك باذن الله. طبعا يا جماعه مرض الجدري مرض فيروسي، الناس اللي مصممه ان هو ما بيجيش غير من الناموس، والناس اللي مصممه ان الحمام لما بيعض الزغاليل بيجي فيها جدري، فلا طبعا الناموس موجود عند كل الناس والحمام بيعض الزغاليل عند كل الناس وما بيبقاش فيها جدري. تمام، الجدري بيجي مرض فيروسي، ده فيروس جه في جسم الطير فاتنقل بقى بالناموس، اتنقل بالدبان، اتنقل بقى بالعضعضه، اتنقل بالاختلاط، اتنقل باي حاجه، فهي الحاجات دي بتنقله، انما الفيروس نفسه وجوده ده فيروس. تمام، وجوده ما بيجيش كده من العدم، ما بيتخلقش في المكان ده، بيتنقل من حاجه لحاجه. تمام كده، جالك من طيور تانيه، جالك من حاجه تانيه اتعاملت معاها، من الطيور البريه، من الهواء، من الجو، الكلام ده، انما هو مرض فيروسي وما بيكونش موجود لوحده كده. فان شاء الله النهارده هعرفك ازاي لو في عندك زغاليل فيها جدري ازاي تعالج الجدري، ولو عايز تعمل وقايه من الجدري ايه افضل الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان يكون في وقايه من الجدري وما يجيش عندك في المكان. تمام كده، فيلا بينا على طول عشان ما اطولش عليكم ندخل في الموضوع وندخل في الشرح العملي. فيا ريت قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم كده الحاجات اللي انا بعملها حاجه حاجه عشان يكون في وقايه من فيروس الجدري. طبعا اول حاجه يا جماعه بنضف باستمرار، بنضف مرتين في الاسبوع، بنضف السلكات كلها وبنضف الرفوف، وبعد كده برش السلكات باي حاجه مطهره. الحاجات المطهره اللي برش بيها اول حاجه اليود البيطري، تاني حاجه الفيركون اس البيطري، تالت حاجه الديتول، رابع حاجه الكلور. تمام كده، دول اربع حاجات بطهر بيهم المكان. طبعا ما عندكش يود بيطري ممكن تستخدم البتادين. تمام كده، في اي حاجه من الحاجات دي بتغني ان شاء الله في تطهير المكان لو في اي فيروسات موجوده في المكان، ده بيقضي عليها. تمام، طيب تاني حاجه لو جينا بصينا عندي في الطواجن بتاعه الحمام دي فيها تحديق. تمام، فيها تحديق وفيها جير مطفي. الجير المطفي يا جماعه مهم جدا 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 للقضاء على فيروس الجدري من المكان وعدم انتشار الفيروس في الطيور. تمام، فطبعا لازم يكون عندك هنا في الطواجن بتاعه البيض اللي بيطلع فيها الزغاليل يكون فيها جير مطفي مع التحديق. تمام كده، طيب تاني حاجه بعد كده يا جماعه انا عندي الزغاليل لما بتبدا تخش في سن البطش اللي هو السن ده، تمام، السن ده اللي بيجي في الجدري. تمام، الجدري ما بيجيش للحمام الكبير، الجدري بنسبه 90% بيجي للزغاليل في السن ده او اكبر من دي شويه. طيب الطاجن اللي زي ده بنضفه على الاقل كل مثلا ايه 4 ايام 5 ايام، كل 4 ايام او 5 ايام او حتى اسبوع بنضف الطاجن، بفضي التحديقه اللي فيه عشان الزغاليل بيكون عامله عليها زرق وبتكون مبلوله، بفضي التحديقه اللي فيه وبحط جير مطفي وتحديقه جديده. تمام كده، بحيث ان الزغاليل الرطوبه اللي تحتيهم ما تخليش الفيروس يتكاثر ويظهر في المكان، طول ما الطاجن تحتيهم ناشف وفي جير مطفي ده بيقضي على اي فيروس موجود عندك في المكان. تمام كده، طيب لو احنا عندنا زغاليل في السن ده وعايزين نعالجها من الجدري او نعمل لها وقايه من الجدري، في طريقه جميله جدا ممكن نستخدمها مع بعض. هنجيب البتادين البشري بتاع الجروح، تمام، وهنجيب مثلا طبق صغير او طقطوقه صغيره حاجه زي دي كده، وهنفضي فيها شويه بتادين بالشكل ده. تمام، هنبدا بص يا جماعه بفرشه اسنان او باي حاجه زي كده. تمام، هنعمل كده وهنيجي على الاماكن العريانه اللي في جسم الزغاليل اللي ممكن يطلع فيها الجدري، زي مثلا المنطقه دي، وهنبدا مثلا ان احنا ايه نمشط له فيها كده بالبتادين. تمام، بالشكل ده، سواء هو فيه جدري او ما فيهوش جدري، فدي طريقه كويسه جدا. تمام، ومنطقه الصدر كده والبطن، الجزء اللي هو اللي ما بيكونش عليه ريش ده، تمام، لان دي الاجزاء اللي بيطلع فيها الجدري. تمام، وبرده ممكن نمشط له كده على مناخيره وعلى بقه، تمام، وحوالين بقه، دي الاماكن اللي بيطلع فيها الجدري. تمام، فلو عندك زغلول مثلا، الزغلول دوت لو فيه جدري هتعمل معاه زي ما شفنا دلوقتي كده. تمام، هنجيب
البتادين بتاع الجروح تمام، ده مضاد فيروسات يا جماعه، ده مضاد فيروسات بيقضي على الفيروسات اللي موجوده في الطيور تمام. هنبدا بفرشه اسنان زي دي ونمسح له على الاماكن اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي تمام، الاماكن اللي هي ايه مثلا، الاماكن اللي زي كده اللي هي الاماكن اللي مكشوفه ما فيهاش ريش بالشكل ده تمام. فدي برضو ان شاء الله تبقى طريقه كويسه في الوقايه وفي علاج الجدري. لو الزغلول في جدري هنعمل فيه اللي احنا شايفينه بالظبط كده تمام، اهو اهو يا جماعه بندهله كده بالبيتادين تمام. ممكن برضو زي ما قلنا حوالين مناخيره وبقه تمام، بالطريقه دي تمام، سواء في جدري او ما فيهوش جدري. فدي ان شاء الله طريقه كويسه تمام كده يا جماعه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ازاي بنعالج الجدري لو ظاهر عندنا في زغلول. زي ما قلنا هنيجي على الاماكن اللي فيها الحبوب مثلا او البثور بتاعه الجدري ونعملها بالفرشه بالبتادين بالشكل ده، او الاماكن اللي احنا خايفين ان هي يظهر فيها الجدري، او الاماكن اللي بيظهر فيها الجدري اللي هي الاماكن اللي ما بتكونش متغطيه في جسم الزغليل، فهنبدا ان احنا نمشط عليها بالبتادين بالشكل ده تمام كده يا جماعه. بنمشط عليها بالفرشه بتادين بالشكل ده حتى منطقه فتحه الشرج دي، وان شاء الله ما فيش ضرر عليها باذن الله تمام كده. فدوت ان شاء الله هيمنع معانا ظهور الجدري في الزغاليل مع الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها، وهيعالج معانا الجدري لو هو موجود في الزغاليل بان احنا نحط البتادين على البثور او الحبوب اللي طالعه في جسم الزغاليل بالشكل ده. وان شاء الله هنعمل الطريقه ديت كل يوم ويوم او كل يومين لمده اسبوع او 10 ايام لحد ما الزغاليل تبدا ان هي تكبر وتخش في سن الفطام، فان شاء الله مش هيجي لها جدري بعد الفتره دي تمام كده يا جماعه. زي ما شفنا مع بعض الطريقه ديت للوقايه وللعلاج، لو انت عندك الزغاليل فيها جدري فالطريقه دي ان شاء الله هتعالج الجدري اللي موجود في الزغاليل، يا اما يود بيطري، يا اما بتادين بشري، يا اما ماسه زرقاء، يا اما ملح وليمون، ودي بنستخدمها من زمان جدا. الملح والليمون هتعصر ليمونه في طبق صغير او في حاجه صغيره وتحط عليها شويه ملح، وبرده بفرشه اسنان او مثلا منديل او قطنه او بحاجه، وهتحطها في الملح والليمون كده وتدعك بيها مكان اللي فيه الحبوب في جسم الزغاليل تمام. الكلام ده هتعمله لمده 5 ايام او 7 ايام هتلاقي الحبوب نشفت وبدات ان هي تقع لوحديها، وان شاء الله مش هيطلع حبوب تاني، مع ان انت تهتم زي ما قلنا بالجير المطفي في الطواجن تحت الزغاليل. وطبعا الزغاليل اللي عندك اللي ما فيهاش جدري برده ممكن تعمل لها اليود البيطري او البتادين او الماسه الزرقاء على جسمها، والافضل اليود البيطري او البتادين لان الماسه الزرقاء بتبقع في الريش وبتخلي الريش لونه ازرق تمام. ولو تقدر تستخدم مضاد فيروسات سواء بشري او بيطري هيكون كويس جدا 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 في سرعه العلاج وفي الوقايه من فيروس الجدري تمام. بيطري ان شاء الله بيكون فيركون اس بيطري ربع معلقه صغيره على كل لتر ميه، ولو بشري بيكون حاجه اسمها زوفيراكس شراب بشري بنحط منه 5 سنتي على لتر ميه ونشرب منه الحمام، سواء الحمام في فيروس الجدري او عايزين نعمل وقايه من فيروس الجدري، فده ان شاء الله بيجيب نتيجه كويسه جدا 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 في الوقايه من فيروس الجدري تمام. ولازم يا جماعه زي ما قلت لكم نمنع الاسباب اللي بتجيب فيروس الجدري، اهم حاجه دخول الطيور الغريبة، أي طيور غريبة عندك سواء طيور برية عصافير أو يمام أو حمام، نزولها عندك في وسط الحمام ده بيعديها بفيروس الجدري، أو إن أنت تشتري طيور من بره حاملة للمرض أو مصابة بالمرض فده بيعدي الطيور اللي عندك بفيروس الجدري تمام. ولو المشكلة عندنا في ناموس كتير وبينقل الفيروس من الطيور لبعضها، هنقفل الشبابيك أو البيبان اللي عندنا بسلك ضيق، سلك ناموس، ونطفي النور بالليل عشان الناموس ما يتجمعش جوه المكان. ولازم طبعا يا جماعه طول الكلام ده كله وطول فتره العلاج لو احنا عندنا فيروس جدري نكون فاصلين الاسس عن بعضها، ومفيش انتاج جديد، مفيش زغاليل بتطلع عندك نهائي جديده، لان اي زغاليل هتطلع جديده حتى لو بعد شهر بتاخد العدوى وبتتعدي من الزغاليل القديمه او من الحمام الكبير اللي حامل الفيروس. فلازم توقف انتاج خالص لحد ما الفيروس يختفي من عندك نهائي تمام كده، وبعد كده مثلا بعدها بشهر ونص شهرين تبدا ان انت تجوز الحمام لبعض وتبدا ان انت تنتج تاني، وان شاء الله مش هيظهر عندك الجدري باذن الله طول ما انت بتحافظ على الحاجه اللي موجوده عندك تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه وتوصل المعلومه لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي. Oh, 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 oh.